بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق وركن بكري حسن صالح، وفي أمسية ازدانت بالأدب والأدباء والمفكرين والمهتمين بالحقل الثقافي، اختتمت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي فعاليات دورتها السابعة والتي تنظمها الشركة السودانية للهاتف السيار زين. وشهد الاحتفال عدد من شاغلي المناصب الدستورية وقيادات شركة زين، يتقدمهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زين الفريق طيار الفات عروة. وحظيت الجائزة بحضور لافت من المثقفين والمفكرين العرب على رأسهم الرئيس التونسي السابق دكتور المنصف المرزوقي ضيف شرف الجائزة هذا العام. أنا أشكر الشعب السوداني لأنه أعطانا هذا الرجل للثقافة العربية والثقافة الإنسانية وهو ليس. إلى ذلك أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زين الفريق طيار الفات عروة أن زين أرادت أن تكون الجائزة موسما سنويا لإحداث حراك على الساحة الثقافية لما تقدمه من نشاطات ثقافية متعددة، مجددا فخر شركة زين بهذه الجائزة منذ انطلاقها ومؤكدا التزامها باستمرارها وتطويرها. جعلت زين من جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي بستانا عامرا بكل ألوان الأدب والثقافة، وموسما أدبيا يزدهي بالندوات العلمية والأوراق النقدية واللقاءات مع إخوتنا من الأدباء والمثقفين الذين في حضرتهم نعيش أجواء الحياة الأدبية بعراقتها وجمالها الفواح. الأستاذ مجذوب عيدروس الأمين العام لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي قال إن الدول المشاركة بلغت 28 دولة. ورقة المشاركات هي 8 من المجموعات التفصيلية و 367 المجموعات التفصيلية و 18 دراسات الرواية الأفريقية. وجاءت كلمة لجنة تحكيم الجائزة لتؤكد على معايير النزاهة والشفافية التي تعتمدها في أعمالها. وإنه ليسعد رجال التحكيم في هذه الجائزة أن تنوه بكثرة النصوص التي تستحق الفوز، ما جعل مهمتها عسيرة شاقة لكي تختار مما تقدم للجائزة. هذا وتم خلال الاحتفال تكريم شخصية العام البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، وتلا ذلك إعلان الفائزين في مجالات التنافس المختلفة. وبهذا تكون زين قد أسدلت الستار على موسم ثقافي وأدبي حافل بالعطاء والإبداع.